يا سيدي فرحين ديما ومبروك ما عملت وما عملته عرس بنت خوك مريم. ربي زين ان شاء الله. ربي زين. ربي زين. انا حضرت في العرس موس. ربي زين. مريتكش. نعم. انا حضرت في العرس. اي انا. اي ما شفتكش يا موس. ربي زين. لا ما شفتكش في العرس. اي لما تشوفنيش خير. علاش؟ هي بنت خوك والفنان القدير نور الدين الكحلاوي، وحتى كان فما خلاف يا منصف. لا والا كذا ايش صلاة على النبي خويا العزيز، احنا توا جينا باش نفرحوا. لا نحكيوا عليه، احنا جينا باش نفرحوا نحكيوا يا منصف وباش نشيخوا الشعب التونسي ونحبوا نفرحوا لاختنا مريم زاده بنت خوك. ربي ان شاء الله يزين. ايش نقول لك؟ ربي يزين على المؤمنين الكل. استدعاوك ولا؟ شو نقول لك؟ لا 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 منصف. نعم. استدعاوك ولا؟ اختنا من نخرجوا من القلم هذا يا مالك عايش. خلي الملامة تجي على اللي ما استدعاش. لا خويا لا لا. استدعاوك ولا؟ لا لوم بعد القضاء بدعة. استدعاوك ولا؟ احنا توا جينا. لا لا يا منصف يا منصف نعرف جينا. اختاني يا ربي اختاني. ما اختاني الامور عائلية هذيا مذهبية ما نسمحهاش. لا ما لا اسمعني يا منصف. لا. ما نحبكش نلقاك المرة الجاية في برنامج آخر تحكي فيه الموضوع. جامي. جامي. ندمت اللي حكيت قبل على موضوع كيما هكا. ما تسمعنيش لو نشكي ما تسمعنيش ما ترحمنيش ما ترحمنيش لو نبكي ما ترحمنيش انت يا ما شكيت مني يا ما بكيت حتى لين عيد من حقك ما تسامحنيش ما تسمعنيش ما ترحمنيش. ردا على سؤالي يا ليل. هذا ردا على سؤالي. انا انت تسال وانا نجاوب وانت تجاوب. انا حبيت الراب بصراحه برجوليه منصف. على الخير على الخير. انا حر في اسئلتي وانت حر في اجوبتك. حبيت الراب التصويره هذه تغني انت ونور الدين الكحلاوي. حبيت الراب حضورك في عرس بنت خوك والعائلة كاملة أنت ونردي كيما التصويرة اللي وراك ما معاش تعرفها التصويرة. التصويرة هذه داكورد والله أنت بارك الله فيك لا محال. إيه لكن التصويرة هذه أنا حلف عليا ولده. ولد شكون؟ ولد نور الدين. إيه حلف عليا قال لي بجاه ربي عمي نحبك أنت تعلل عليا. جيت على العلي كملت المشوار. لا حبيتها تتكرر زاد التصوير اللي عاد تو هكا انسان الضيافه من عند شكون تكون انت تتكبر بيا انا الكبير ماكش انت ماكش انت الكبير. ما استدعاكش يفات الحكايه بلا اتولينا الصفحه هات لي بعد فوزي بن قمره ولد خالتك زاد ما شفتوش ما ريتوش. ولد خالي ولد خالي ولد خالك مريتوش. ولد الطاهر بن قمره مريتوش ما جاش بالله ما نعرفه خيطه وتصل لي شكون اللي جا وشكون ما جاشي. انا راني غريب انا نعيش في دار لا يجي يدق علي حد ولا يسال علي حد ولا يراني حد. حتى اشتوفه هالخضاضه هذه سامحني حتى مريتي انا مريض في حاله تسمع في كلام تلفز خرجت مشيت تتكلم هي في بلاصتي انا ما نجمش انا مريض ما شفتوا البوليميك. فمش حد في العائله يوقف هالحكايه والله. ايش نقول لك وخي امان خلينا نخرجوا من القلم اللي احنا فيه. وين خويا نخرج؟ تعطينا ما نخرج مزيان عاد ما بشويه بشويه. وتحيه كبيره لفرقه السياله زاد يستناو فينا. يا منصف انت ماك خوضتها زاد ماك انت خوضتها يا منصف. لا 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 عاد طبيعتك طبيعتك زاد كاسحه شويه يا منصف. فيش يا خويا تو فما بو يشكي بولده يا منصف. نعم فما بو يشكي بولده. خويا نبينا نصليوا عليه والا خلينا نقوم نروح. كلمتين خفاف نظاف باش ندخلوا في امور تاع العائله. انا ما جيتش نغني في الامور نحكي على امور العائله هذه امور لوحوها كل ورانا. معاك امان معاك والله نقوم نروح. يبهي بشويه بس. لا والله نقوم نروح اختنا خليني ما خلينا شيخين ناصحين هكا. ما انا لومي عليك لهنا علاش حكيت الحكايات هذوما. قالوا تشعل في النار وتقول الدخان منين. انا شعلتها النار يا ما شعلت ما شعلتهاش. خلي النار هكا هاديه. لا شعلتها انت قبل. لا يا راجل صلينا ندمت على ذاك يا فارغه مالك. خلينا ندخلوا في اعطينا موضوع احكي لي على فنيين على فنياتك. اش عندك ما عندكش اش تقول اش باش تقدم للناس هذيا له الوطن العزيز الغالي. حكايه فارغه عائله وجاي عائله ما عائله
اعطيني دوريمي فاصلا يا اخي. انا جبت حاجه من راسي انت ما كنت اللي حكيت يا منصف هذه حكايه. اسمعني يا خويا نقطه ونرجعوا للستر. اي ما انت حبيت نقول لك راه مش انا جبته من راسي. اختنا ما نجيناش على الحديث هذايا نحن. مازال وخرج عنا يا منصف. عنا غاني وعنا شيخات. شرابيك شرابيك شرابوكا. يزيني خلينا ها. حق باش تغني هذه الاغنيه هذه. شرابيك شرابوكا. بعد اعطيني منها مقطع. باهي توا تلوم في الاعلام منصف. اي ما تقوليش عاد زاد ما نحبش نحكي في الحكايه هذه. اعلام. تلوم في الاعلام اقصاوني وما يعيطوليش وكذا. وين جديد يا منصف؟ وين جديد؟ أنا لقيتني نذم في الإعلام؟ أه؟ أنا لقيتني نذم في الإعلام؟ ما قلتلكش الذم. أه؟ الجيل القديم الكل يقول نساونا ما يعيطوناش. إيه سبحان الله. أقصاونا. اسمعني اسمعني نعطيك كلمة خفيفة نظيفة. أي. قالوا الساق الخفيفة تستاهل الكي. هي. مو هكا ولا؟ صحيح. إحنا ماناش خفاف باش نجيو نعبدوا الناس وعيشك عديني ونلحلح بيك كان تتكبرت بيا. يعني نتكبر بيك وهاني جيتك لا فلوس ولا فلاسه ولا قلت لك خلصني. صحيح. واضح. وما عنديش باش نخلصك. خلي الشعب اسمعني يا علاء خلي الشعب يعرف احنا رانا مانيش قاعدين نخلصوا احنا رانا كيفنا كيفكم. صحيح. جيت بصدر رحب وجيتك ويرحم والديك ليك انت طبعا. ونطلب انا من الفريق نتاعك بكله. صحيح. جينا وما ذميتش الاعلام، كان عيط لي انا ولكن جديدي انا جديدي عندي من تمسني تسمع حسي. عنده ثلاث سنين يا منصف. اسمعني ثلاث سنين انت عندي 16 سنه عندي 167 غنايه انا تشوفيها قدامك. وما نجمش نقولهم لك توا انا نجيب لك غنايه نغنيها لك تعديها اليوم وتنساها غدوه. اي وين والغناء؟ فيك شنو فيك عدي تعدي؟ انا كل ليله انا نبات نسهر حتى الخمسه تاع الصباح نسمع في الراديو. ونتعدى لجميع الاذاعات الكل ما نلقاش مره يكثر خيرها وبارك الله فيها. السيده اختنا وزميلتنا في المؤسسه يعني في الوطنيه. اي اي. لقات بوند ملوحه كاتبين عليها الليل ومفسقين الاسم. هك؟ اي. مدام الزغبي السيده سعيده. قلت لي والله قلت لها مانك بجاه ربي يا مدام كيفاش عديتها الغنايه ذي راني غنيتها في مهرجان الاغنيه عندها 20 سنه انا راني لقاتها بالصدفه مطيش والله ام عز الله. قلت بربي خلينا نسمعها صدفه وانا حال الراديو نسمعها نسمع البرامج في الليل. منصف نعم عندك اغاني جريئه ومش عوايدك كلمات جريئه برشا. شرابيك شرابوك شرابوك اللي قلت عليه. اي بربي سمعني منها شوي. اي شرابيك شرابيك شرابوكا ويسكيك متشنك شرابيك شرابيك شرابوكا ويسكيك متشنك كيف عند عصرنا واحد لو عندي حياتي مهدوم كيف عند عصرنا واحد لو عندي حياتي مهدوم كان شرابيك شرابوكا شرابيك 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 شرابوكا ويديك من شم الكوكا شرابيك شرابيك شرابوكا ويديك من شم الكوكا ابعد عن سهرة واخر نطعم في حياتك مهدوم ابعد عن سهرة واخر نطعم في حياتك تو هذه غناية؟ غناية هذه مش غناية هذه توعية. غناية تقول شرابيك شرابيك شرابوكا يزيك من شم الكوكا ابعد على الزطلة وخر لا تعدي حياتك مهلوكة يا رسول الله. الجيل مشى وليداتنا مشات يا ولادي اش نقول لك اش نقول. ذكرتني في شعبان عبد الرحيم ضربت الحسبة عرض وطول أكثر من واحد مزطول ولا مخه كشكشوكة اش تقول؟ هزوها لا تجي في راسي نخاف على ولادي يا ناسي وعلى بنتي وردة كاسي تغرق لي غرقان الفلوكة. اللحن ذكرني بشعبان عبد الرحيم. لحن شعبي. أمور شعبية هي لحن شعبي
امور تاع شعبيه. انا كي عملت اما فما ناس قالوا مش تاع عمرك يا منصف، شبيني عمري يا عمري، حتى طريقه ادائك والتهكم اللي عملته، حتى الرقصه اللي عملتها يا منصف. ايش بيها الرقصه ما ترقصش كيفاش؟ اه ما عملتش تشيشه. تشيشه كيفاش؟ ما تشيشه في احمد نومنا هكا شنو باشا يا اخي تحبني كعبود لبسيسه قاعد فهمتي؟ لا انا اللي غالب خويا العزيز راهو المنصف عامله. انا كي ندخل عارف عادي يا منصف اسمعني، كي نسمع بمولاك نهي جانوي يجو تعمل جو مع الجو.